أنا اسمي خيرية محمود الأحداث من مدينة حمص. أنا أم لثمان بنات وطفلين صغار، جونا بعد ثمان بنات، ما وإنه جتني الفكرة إنه أفتح البسطة، وما عندي مورود تاني غير أنا وجوزي. صرت أبيع عليها قهوة وشاي، والحمد لله رب العالمين. كانت الدنيا شتوية يعني ماشي الشغل، بس هلأ صار الدنيا صيف يعني كله بده بارد، وما في لا كهرباء لا عندي شيء لا شيء يعني. بطلب إذا تساعدوني بلوحين طاقة مشان بس الكهرباء. هلا لو عندي ولي إمكانية كنت طورت هالهذا، كنت حطيت بسكوت، حطيت شيء، حطيت بزر، حطيت شيء، بس ما إمكانياتي يعني. هلا بس طالع بالنهار 200,000 ببيع كامل، بدي أروح أجيب أغراض فيهم، جيب كيلو سكر، جيب أنين الزيت، واللي فضلوا معي بجيب فيهم أغراض للبسطة وبس.